ساندويتش شوكو دول مكونات أربع صدور دجاج مقطعة شرائح صغيرة حبة من البصل ذات الحجم الكبير حبة من الفلفل الأخضر الحلو حبة من الفلفل الأصفر الحلو خسون حبتان من البندور تحسب رغبتي مكعب من مرقة الدجاج جبنة كاسرة شرائح من الجبنة ملح بهارات مشكلة زيت خبز سامون طويلة طريقة التحضير احضر مقلاة واسعة ووضع الزيت فيها ثم إضافة البصل بعد تقطيعه إلى شرائح ثم تحريكه حتى يصبح لونه ذهبي إضافة شرائح الدجاج والاستمرار في التقليب تقطيع كل من الفلفل الأخضر الحلو والفلفل الأصفر الحلو إلى مكعبات صغيرة وإضافته إلى الدجاج والبصل ثم التقليب باستمرار إضافة مكعب من مرقة الدجاج والملح والبهارات المشكلة والاستمرار في التقليب تغطية المقلاة والتحريك من وقت لآخر حتى ينضج الدجاج جيدا إحضار السامون ووضع طبقة من الجبنة الكاسرة عليه ثم إضافة الخس بعد فرمه وحشو الدجاج والبندورة وشرائح الجبن طريقة عملك ودو الدجاج المكونات أربع قطع من فيليه الدجاج مكونات التتبيلت ملعقتان كبيرتان كاتشاب ملعقتان كبيرتان صلصة الصويا ملعقة كبيرة خردل ملعقتان كبيرتان مايونيز ملعقة صغيرة بابريكا ملعقتان صغيرتان بودرة ثوم ملعقة صغيرة بصل مجفف ملعقة صغيرة أوريجانو ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة ملعقة صغيرة كمون ملعقتان صغيرتان ملح خليط البصل 3 ملاعق كبيرة زيت حبة صغيرة من شرائح البصل الأخضر حبة متوسطة من شرائح الفلفل الأخضر الحلو قرن من الفلفل الأخضر الحار المفروم للتقديم ستقطع خبزك ودوس أمولية كبيرة حبة كبيرة شرائح طماطم نصف رأس خس مفروم حبتان متوسطتان شرائح مخلل خيار طريقة التحضير تقطيع فيليه الدجاج إلى شرائح رقيقة باستخدام سكين حادة ثم توضع في طبق جانبي تجهيز التتبيلة ويتم ذلك بوضع الكاتشاب وصلصة الصويا والمستردة والمايونيز والبابريكا وبودرة الثوم والبصل المجفف والأوريجانو والكزبرة والكمون والملح والفلفل في وعاء زجاجية عميقة ثم تقليب الموارد مع بعضها حتى تتجانس إضافة قطع الدجاج إلى التتبيلة وتقليبها حتى تغطى بالصلصة ثم تركها بضع دقائق تسخين ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة واسعة الحجم ووضع قطع الدجاج فيها مع خليط التتبيلة
ثم تقليب القطع على نار عالية لمدة 7 إلى 8 دقائق حتى ينضج الدجاج. تجهيز خليط البصل، ويتم ذلك بتسخين بقية الزيت على نار عالية، ثم إضافة شرائح البصل والثوم إليه، وتقليب المكونات لمدة دقيقة فقط حتى يصبح البصل مقرمشا، ثم إضافة الفلفل، والتقليب لمدة دقيقة أيضا حتى يصبح الفلفل مقرمشا. إضافة خليط البصل والفلفل إلى خليط الدجاج، وتقليب المحتويات مع بعضها البعض. شق رغيف الكاود باستخدام سكين منشارية، أو قطعه إلى نصفين بشكل طولي، ثم توزيع القليل من المايونيز والكاتشاب عليه. وضع شرائح من الطماطم فيه، وشرائح مخلل الخيار، وقليل من الخس، وكمية كافية من الدجاج.